الطريقه الالكترونيه عباره تشوفوا المشاكل اللي لقاو، لان الاله ما تحركش وحدها، تحركش كل ورقه عباره ومشي مشى للطالب اللي سجل الريزو طاح، هذا ما تلقاش موجود. يلزم الانسجام بين كل مؤسسات الدولة واحدة وكل تعمل في نطاق الانسجام التام، لأن هو كان الهدف نتاعهم تفتيت الدولة وتقسيمها، وتوا مازالوا ناس يحنوا إلى تقسيم الدولة وتولي كان مجموعة من الكونترات، أو كل وزارة تخدم موحدة وكل مؤسسة تخدم موحدة باسم الاستقلالية، ولكن وما زالوا يحنوا إلى دستور 2014 كان باش يؤدي إلى تفكيك الدولة. الهدف نتاعهم هو حتى الاستقلالية بتاع الهيئات اللي تم، كانوا باش يعملوا 40 هيئة مستقلة، الهدف نتاعهم هو كان هدفهم تفتيت الدولة. هذا الكلام طبعا يواجهه قيس سعيد دائما للأحزاب السياسية في تونس والمعارضة السياسية، ولكن في حقيقة الأمر هو الذي يفكك الدولة والذي يفككها ويرد كل سلطات الدولة التونسية إليه. لم تعد هناك سلطة تشريعية، وبالتالي أصبحت السلطة التشريعية بيد الرئيس، ليست هناك سلطة قضائية في تونس، وبالتالي السلطة القضائية التي نتحدث عن استقلاليتها وأهمية استقلاليتها حتى لا يحصل ما يحصل الآن في تونس، كلها تعود إلى قيس سعيد يتحدث على كل مؤسسات الدولة، على البنك المركزي الذي ناقشنا مشروع قانونه وأكدنا استقلاليته الإدارية والمالية، الآن هو خاضع لقيس سعيد، يفعل به قيس سعيد ما يريد. ما هذه الدولة إذن التي يتحدث عنها والتي يصفها؟ هي دولة الرئيس، والرئيس هو الذي يتصرف إذن في القضاء ويحدد النقلة القضائية يعني كما يريد وكما يشاء، ويحدد القضاة الذين أيضا يشرفون على بعض المحاكمات السياسية ويضغط على القضاة، وهو الذي يتصرف في البنك المركزي. سياسات البنك المركزي إذن يحددها رئيس الدولة في لقاءات في قصر قرطاج، وهناك حديث كثير على أنه ما تم رفضه سابقا في تجربتنا نحن من خلال طباعة الأوراق المالية وغيرها قد يحصل هذا شيء منه يعني في تونس من أجل توفير السيولة المالية، لأنه لم يعد هناك البنك المركزي دور، لم يعد له سياسة مستقلة، لم يعد له القدرة على أنه يحدد أو يحفظ الدولة التونسية ويحفظ الدينار التونسي بما يراه مناسبا للحالة الاقتصادية التي تعيشها تونس. هذا الرجل سيطر على كل شيء ويريد أن يستسلم له الجميع، يوشك أنه يحولنا نحن حتى كتونسيين بدون خيارات، ممكن أن نصل في يوم من الأيام أنه نأكل خبز واحد فقط، ما عندناش الحق في أنه تكون هناك أكثر من خبزة، نعيش بسكر واحد، وممكن تولي فارينة واحدة مطبوعة خاصة بالتونسيين، وممكن بعد ذلك قد نصل إلى أشياء أخرى. معنا كل حاجة فقط أنت كتونسي عندك الحق في حاجة برك كغيرك من إخوانك التونسيين، ولا يجوز لك غير ذلك. يعني وضع نتاع تنميط كامل للحياة السياسية ولحياة الدولة. نحن دفعنا على الدولة ودفعنا على مؤسساتها واحترمنا هذه المؤسسات وأكدنا على ضرورة رعاية هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة، وحمايتها حتى تستطيع أن تستمر الدولة التونسية وأن تعيش حياة طبيعية وعادية وتستطيع أن تساعد مجتمعها على أن يتطور. ما نعيشه الآن وما نراه الآن هي دولة الرجل الواحد ودولة الفيسبوك، معناها ما تعيشه الآن الدولة التونسية من مهازل كثيرة الذي يسيرها هو الفيسبوك، وتسيرها هذه المجموعات المنتشرة على الفيسبوك. نعم. وحتى أنه اضطر هذا الرئيس المنقلب أن يتحدث على الفيسبوك وأن يقول للناس يكفي، الدولة لا تقاد بالفيسبوك. احنا عشنا تقريبا 4 سنوات الآن والدولة تقاد بالفيسبوك بهالمجموعات المتناحرة والتي يعني تعيش من خلال تشويه بعضها البعض، هذه التي تسير الدولة التونسية، وهكذا تصدر القرارات. وكنا في فترة من الفترات نشاهد قرارات قيس سعيد كيف تصدر هذه القرارات من خلال حمل على الفيسبوك، ثم يأتي بعد ذلك ليعلن قراراته من وزارة الداخلية بعد منتصف الليل. حدثني كثير من التونسيين الذين كانوا في مجموعات قيس سعيد وحدثوني كيف يستعملون الفيسبوك لإرسال رسائل مشفرة إلى الرئيس، ويتلقون من الرئيس أيضا رسائل مشفرة بمعنى لغة معينة يستعملونها من أجل تحديد سلوك الرئيس وكيف يعلن الرئيس عن سلوكه
من خلال إشارات في الفيسبوك وغيره. دولة، هذه الدولة التي يحدثنا عنها قيس سعيد، دولة الفيسبوك، دولة المجموعات المتناحرة من حوله، الدولة التي للأسف الشديد فقدت تقاليدها وفقدت أعرافها في العمل وفقدت كل ما أمدته به الثورة من إصلاحات جوهرية تساعده على أن تتطور وتساعده على أن يكون أداها أفضل لشعبها وأفضل أيضا لنواميس الدولة التونسية. نحن نفقد دولتنا وفقدنا الكثير، فقدنا حريتنا وفقدنا الديمقراطية وفقدنا خبزنا وفقدنا كل شيء في تونس، والآن نفقد الدولة التونسية. ولأجل ذلك ندائي ليس إلى الشعب التونسي، إلى كل من هو حريص على الدولة التونسية، إلى من كل من هو حريص على أن تساس هذه الدولة بطريقة عقلانية وبطريقة معقولة إلى حد كبير، أن ينتبهوا إلى هذا الخطر. هذا الخطر يهددنا جميعا، يهددنا كشعب في رزقنا، في نعم شغلنا، في قوتنا، ويهدد الدولة التونسية أيضا في كيانها. وليس هناك أخطر من مشروع شعبوي على الدولة وعلى تفكيك الدولة. الشعبوية لا تذر شيئا، ونظام قيس سعيد نظام شعبوي بالأساس، شعبوي سينتهي بنا إلى فاشية لا قدر الله، وسينتهي بنا إلى وضع لا نستطيع أن نتداركه إذا لم يكن لدينا الوعي الكافي من الآن ومن قبل الآن، أنا نقول، حتى نستطيع أن نحد من هذه المخاطر، وحتى نستطيع أن نتفق على شيء يخرج تونس من هذا الوضع. هذا نداء أكرره لكل الوطنيين في تونس، وليس بالضرورة للسياسيين فقط، لأن ما يتهددون حقيقة خطر كبير، وليس خطر جاف فقط، هو أبعد من ذلك بكثير. هو تفكيك للدولة، هو تفكيك لعرى المجتمع. مجتمع الآن أدخله في حرب طاحنة فيما بينه، نعم لم يشهد الشعب التونسي حالة من الكراهية كما شهدها الآن، كما يعيشها الآن، ولم يشهد حالة من الانقسام كما يعيشها الآن. وتلك هي عبارة أو تعبير من تعبيرات الشعبوية. وإن كنا الشعب عرفنا يا أستاذ في فترات سابقة في 2013 ربما انقسامات سياسية ربما كبيرة وليس بجديد، ربما الآن أكثر مواد للسياسة أكثر من انقسام للسياسيين. أو الآن ما تعيشه تونس انقسام كما قلت لم تشهده من قبل. سابقا كانت الناس نوعا ما نوع حالة من تجاذبات الانقسام بين التيار بين اختلافات تيارات تعبر على هوية معينة، ولكن تجاوزتها تونس بعد الدستور 2014. تجاوزنا هذه الصراعات الهوية، وتجاوزنا الصراعات الإيديولوجية، واجتمعنا على قواسم مشتركة، وأردنا أن نوحد شعبنا التونسي على قاعدة هذا الدستور، وأن ننطلق به نحو فضاءات أفضل، نحو تنمية حقيقية، نحو احترام لإخواننا الذين يعيشون في المناطق الداخلية بالأساس، من أجل توازن حقيقي بين مختلف الجهات، ومن أجل توزيع عادل للثورة بيننا جميعا. لم نستطيع أن نحقق ذلك للصعوبات التي عشناها وللضغوطات التي تعرضت لها الثورة وتعرض لها المشروع الثورة التونسية، ولكن هذا هو الطريق الصحيح، يظل ذلك هو الطريق الصحيح، وليس طريق قيس سعيد. قيس سعيد حجم الخطاب والكراهية الذي بثه قيس سعيد في الفضاء العام، معناه احنا سابقا كنا نتحدث عن الفضاء العام في عهد بورقيبة اساسا وفي عهد بن علي، على الاقل كان محفوظ الى حد ما من هذه نعم الخطابات ومن الالفاظ ومن العبارات. الان فضاءنا العام الاعلامي والثقافي وما يقال هنا وهناك، يعني اصبح كله يعني خطاب بتاع كراهية ومتاع اتهامات للاحزاب السياسية. معنا لو نعود الى قاموس الاتهامات الذي تعرضت له الاحزاب السياسية في 4 سنوات، لا نجده في تقريبا في تجربة تونس التاريخية كلها تقريبا، نعم يعني اتهام بالعمالة واتهام بالخيانة، وهؤلاء لست أدري لا يساوون كذا، وهؤلاء يعني حديقة حيوانات، ولن نتحدث على حديقة حيوانات أكثر منها شيء آخر. هذا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع خطر على الدولة وخطر على تونس وخطر على شعبها.